هذول احد العصافير تبع الفرق الصوفية، عندهم يعني ريبانة حمراء يتميزوا على الفرق الصوفية الاخرى كمان، بمعنى اخر انه هذول الاشخاص يعني اللي عم يمارسوا نقول مثلا يعني اكل الزجاج تبع ديون الكهرباء، او يضربوا يعني سيخ ببطنهم مثلا، انه كراماتها يعني مثلا يعني تشنيع بالجسد يعني. يعني كمان انه واحد بيحكي لك عن السحر او حالة خيميائية مثلا، كيف يشاف يعني كيف يرى هذا بتاريخه مثلا. انا بثبت الحالة الان انه هو ارتكب كثير من الإيحاءات الجرمية مثلا، يعني جنح وإجرام يعني، بس هو ضمن المجتمع تبعه الصوفي يعني أو العصفوري. هذا هو رجل يعني مبارك ويعتبر من أصحاب العطايا الإلهية يعني، يعني بتصرفاته مثلا الأشياء بالخزعبلات يعني، ومن هاي الخزعبلات مش موجودة هون، تكون هي موجودة حتى عند الملاحدة والكفر يعني، عند جماعة السيخ مثلا أو البوذيين أو بالأفارقة مثلا، بقبائل جوز ما شافت البشرية يعني. وخلنا حد في ناس هلا الكشاف العري، انكشاف ورقة التوت مثلا، كل شيء انكشف يعني. هلا هذا العصفور ضرب مشاوير يعني هائلة بالقارات بالسماوات يعني، من وين لقطوا هذا ما بنعرف، من أي داهية أو من أي حرب قطف رأسه وربطه بخيطين أحمر ورحل به، صار نوع من الاستكانة والابتسامة المشتركة، في نوع من التواطؤ بينهما يعني. الآخر رأس المنزوع هو رأس يعني مستكين أو مبتسم أو راضي بالمصير تبعه، غريب. وهذا الرضا نحن شاهدناه فيما بعد ما حدث على سواحل ليبيا مثلا، بهذا الهدوء الرحماني في هوليوود لما تصنع عن طريق صناعة السينما تبعهم يعني البحر يصير أحمر بالمونتاج طبعا، أو ناس يأتوا هيك يعني يساقوا لهم إلى مصيرهم هادئين مستكينين مبتسمين في سلة موجودة، بعدين شي غريب ما في ردة فعل، لا في شتيمة لا في بصخ. وصور بكاميرات عديدة يعني، كما أصور الآن بأربع كاميرات، كما هدولك يصوروا بخمس كاميرات وستين، شي غريب. جزء يعيدوا مونتاجه ويعيدوا تصويره مجددا. فأنا أعتبر هذا العمل هو أشبه بالكناية الصامتة أو السعادة بالمصير المحتم للكائن، سعادة النحر أو سعادة أن يقتل ذاته يعني. بعدين هاي القصة اختفت يعني، مع أنه هي مصر لمئتين سنة وربعين سنة، قصة مصر لها ثلاث سنوات يعني، كأنه كتاب فتح وطمر. يعني لعبوا فيه للعب، يعني السمك هذول السمكات يتيمات عطيتهم الورد مشان ياكلوا، بس السمك مع الاسف القرش يعني القرش حصر يعني، او الحوت الازرق الحوت تبع سندباد يعني، شبعوا من اكل البشر في البحر الابيض المتوسط.